بكم بحضور ومتابعه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه انطلقت بمركز والسال الرياضي بجامعة ولفرهامبتون منافسات بطولة أوروبا الدولية المفتوحة الأولى لفنون القتال المختلطة للهواة وأقيمت المنافسات بمدينة برمنغهام البريطانية التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البريطاني لفنون القتال المختلطة وبشراكة مع بطولة القتال النهائي وقد حرص سموه على التواجد مع الفريق اثناء عمليه الاحماء لرفع معنوياتهم وحثهم على تقديم اعلى المستويات لتمثيل مملكه البحرين كما تواجد سموه مع الفريق في منطقه المدربين وفي حلبه النزال وقت الاستراحه وذلك تشجيعا من سموه للفريق وبارك سموه تاهل المقاتل حسين عياد الى الدور الثاني بعد فوزه في النزال الذي جمعه بالمقاتل الفنلندي ساكورون كما اشاد سموه بالمستوى الرائع والروح القتاليه التي أظهرها عياد خلال النزال ما يدل على التحضير الجيد وقوة البرنامج التدريبي الذي خاضه بإشراف المدير الفني للفريق رضا منفردي والمدرب ألدار ألدورف شاكرا سموه المجهود الذي بذله المدربون والمقاتل لتحقيق الفوز ورفع اسم المملكة في هذا المحفل القاري كما أكد سموه على أن الفريق يعمل بخطى واضحة نحو الارتقاء بمستوى الفريق والذي نتج عنه تحقيق أول فوز في المشاركة المشاركات الخارجية، معتبرا سموه الفوز بداية جديدة للفريق في المشاركات الخارجية وبوابة لتحقيق الانجازات وحافزا قويا للمقاتلين لتقديم افضل امكانياتهم في البطولة. بتواجده ودعمه وحضوره وحرصه. فقد كان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى كان حاضرا ودعما للفريق والمقاتلين خارج وداخل حلبة النزال وقبل وأثناء المنافسات وتوفير كافة الامكانيات لاظهار كل ما يملك المقاتلين من مواهب وبالفعل تمكن المقاتل حسين عياد من تحقيق اول فوز لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء في المشاركات الخارجية وذلك بفوزه على المقاتل الفنلندي ساكورون والله الأول شيء نبارك للبحرين ونبارك للشيخ خالد اول فوز لنا اليوم آه وايد نستانس على هالفوز اللي صار انه حسين الراوند الاولي تحكم في الفايت كامل خصمه خلى عليه بوزيشن حسين يوم شاله ونزله اعتقد هاي الوقت اللي ذاك ضرب يده في الارضيه وانكسرت يده آه وبس حسين بطل وكان بغض النظر من هاي انا اعتقد كان بيسيطر حتى لو ثلاث جولات كل الجولات كان بيسيطر ويخلص الفايت بناك اوت. كان فايت حلو يعني بس احنا ما كملناه بس الحمد لله هاي احسن لي عشان عندي باكر بيكون فايت فاقدر اريح فيه. فالحمد لله انا مستانس وهالفوز حق حق كله ساعدوني دعم الشيخ طبعا ما ننسى كابتن رضا الدار البارتنر اللي ويا كلهم كل موجودين اللي ساهموا في في كي اتش كي وساعدوني في كي اتش كي. وهل الفوز حق الـ حق اهلي في البحرين؟ وبالرغم من خساره المقاتل عيسى العميري إلى انه قدم مستوى اكثر من رائع وكان قريبا من الفوز لولا استسلامه في اخر اربع ثواني، اما المقاتل الثالث احمد الكعبي فلم يوفق بعد خروجه من المنافسات بخسارته في الجوله الاولى من المقاتل النرويجي ادريان جاهري ولكن المشوار لم ينتهي بل هو في بدايته. فسيشارك الفريق بثلاثة مقاتلين في الدور الثاني المقاتل حسين عياد وعلي إبراهيمي وعبد الله سينا يعني كان قوي نص يعني نوعا ما بس يعني الحمد لله على كل حال الراوند الاول يعني كسبت النقاط الراوند الثاني والثالث بس على اخر الراوند الثالث خذني قلتين والحمد لله يعني ميري <applause> عيسى العميري ابتدا بداية موفقة لولا أخر اربع ثواني من الجولة الأخيرة التي أجبرته على الاستسلام ولكن من الجانب الآخر نحن سعيدين بفوز المقاتل حسين عياد بفوز المقاتل حسين عياد والذي يعتبر أول فوز لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء في المشاركات الخارجية تختتم منافسات اليوم الأول من بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة بيرمنغهام البريطانية هذا والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالسيد جارث براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والسيد دانزن وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي الرفيع والجهود التي بذلها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لإقامة هذا الحدث الأوروبي لإظهار البطولة بصورة مميزة مشيدا سموه باختيار جامعه ويلفر هامتون لاقامه منافسات البطوله ما يدل على انتشار هذه الرياضه بين الطلبه والشباب ويمنح النجاح لها والتي يسعى من خلالها الاتحاد الدولي لتطوير وارتقاء الرياضه بالاضافه الى الارتقاء بالمستوى الفني للمقاتلين الهواه بمختلف دول العالم.